صباح الخير والجمال على مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ابن حياتك. برنامج ابن حياتك زي ما عودناكم إن احنا بنناقش جميع القضايا وجميع المشكلات، وكمان برضو بنبرز أبرز الجوانب في جميع المؤسسات وفي مختلف المجالات، أي مؤسسة هدفها تطوير الشباب أو التقدم بالشباب أو رقي المجتمع. ولكن في البداية أحب أرحب بصديقتي الإعلامية اللي دايما مشرفاني في برنامج ابن حياتك فاطمة مجدي. صباح الخير يا فاطمة. صباح النور يا إسلام، أهلا بيك وبكل السادة المشاهدين. على الرغم من اختلاف المجالات إلا أننا دايما بنلاقي أن في عامل مشترك بيجمع بينهم كلهم، هو التسويق. التسويق اللي من خلاله بنقدر أننا نبرز الجوانب الإيجابية وكمان نعرف إزاي نستفيد منه بشكل صحيح. موضوع حلقتنا النهاردة عن التسويق، خاصة في المجال الرياضي باعتباره أحد أهم المجالات المهمة والقوية، مش بس على الساحة المحلية المصرية ولكن أيضا على الساحة العالمية. بنلاقيه بيحتاج لإمكانيات ضخمة وإن كانت معنوية مش مادية، بيحتاج كمان لمهارة في العمل علشان نقدر نعمل حاجتين. أول حاجة أننا نخرج شباب متميز في مختلف النواحي والمجالات الرياضية واللي يخدم فيما بعد المنتخبات الوطنية، كمان نقدر أننا نسلط الضوء على الشباب الموهوب اللي يستحق أنه ياخد فرصة داخل الأندية الكبرى. النهاردة كمان هنتكلم عن مؤسسة من أفضل المؤسسات داخل مصر اللي بتهتم بتأهيل وتسويق الشباب في المجالات الرياضية، ولكن قبل أي حاجة هنخرج لفاصل سريع ونرجع لكم مرة تانية. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وزي ما ذكرت صديقتي فاطمة ان حلقة النهاردة عن الرياضة والتسويق الرياضي. يسعدنا ان يكون معانا النهاردة اثنين كباتن من اهم كباتن مصر، الكابتن احمد نصوح مدرب نادي المصرية للاتصالات. صباح الخير يا كابتن احمد. ازيك يا فندم. والمدرب الجميل اللي طلع معانا قبل كده اكتر من حلقة، المدرب محمد عوض الله، مدرب نادي اتحاد النصر. صباح الخير. صباح الفل يا كابتن اسلام. صباح الخير، شرف لي كبير ان اكون معاك. الله يخليك يا فندم. طبعا يا كابتن، في البدايه السؤال موجه لحضرتك يا كابتن احمد، احنا عايزين نتعرف اكتر على مين الكابتن احمد نصوح. ربنا يخليك. طبعا بشكر القناه على مجهودها، قناه صحه وجمال وبرنامج ابن حياتك، وبشكرك استاذ اسلام. بشكر حضرتك طبعا. انا احمد نصوح، مدرب بنادي المصريه للاتصالات، مدير فني فريق 2010. تمام. كابتن محمد عوض الله طبعا تاريخ برضه طويل من الرياضه، يا ريت تعرفنا برضه مين الكابتن محمد عوض الله. بدات طبعا حياتي الكرويه طبعا باكاديميه، تمام، فخشيت انديه طبعا بني سويف، طبعا بعد بني سويف نادي الصف ونادي ابو كسب الفيوم، دلوقتي بقيت طبعا نادي الاتحاد المصري بالجيزه. تمام. طيب سؤالي لحضرتك كابتن احمد، حابني ابدا معاك تعرفنا ايه هي شركه الكابتن بالظبط وازاي بتعملوا تسويق للعيبه. شركه الكابتن هي مجموعه من مدربين فاهمين جدا وعلى وعي وعالي من المعرفه بكره القدم. ازاي انت بتنشئ البطل دون عشان تسوقه؟ احنا طبعا بنديله البراعم، ده حوار كبير قوي. البراعم دول عايزين اهتمام رهيب، ان الولد صعب ان انت تروج زي ما انت عايز، لازم اول حاجه الولد يقتنع بيك كمدرب او كشخصيه، ان انت بالنسبه له قدوه. فاحنا بنبني الولد من صغره، بنعلمه المهارات، ازاي المهارات دي ازاي يستفيد منها من البدايه خالص. طبعا المهارات الاساسيه لكره القدم دي حاجات كتيره جدا، مفهوم كبير. طبعا بنبني الولد من صغره لحد ما يبقى بطل. من صغره سن قد ايه؟ من سن 6-7 سنين لحد ما مثلا سن 9-10-11 لحد 12 سنه، ده يبقى ابتدي الوعي، ابتدي ياخد بقى التدريبات اللي هي المكثفه بحيث ان هو يبقى بطل. بيبان بقى الموهبه، السكيلز والمهارات بتبان في السن ده، لحد ما الولد بيبان فيه الموهبه، فبتبتدي ان احنا نقدم النوادي، فبنعرضه على النوادي، فالولد بيتحب يعمل اختبارات. فطبعا اللي بيبان عنده المهاره والتالنت اللي هي الموهبه، ده اللي بيتاخد لاحسن. طيب استاذنك يا كابتن، هنخرج فاصل وراجعين. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وانضم لنا الوقت في الاستديو اثنين من كباتن مصر الصغيرين الناشئين، رحب بيهم الكابتن احمد عبد الله. صباح الخير يا كابتن.
والكابتن بدوى علي. صباح الخير يا كابتن. عاملين ايه؟ في البدايه كده عايزين طبعا تعرفونا بنفسكم كده ونتعرف عليكم. اتفضلوا. انا اسمي بدوى علي، بلعب في نادي الزرقاء الرياضي. و عندك كام سنه؟ عندي 14 سنه. مين اللي شجعك بقى على اللعب يا كابتن؟ الصراحه كابتن شعبان اللي شجعنا عن لعب. كابتن شعبان لما والدي يكلمه قال له انا اجيبه واسوقه على حسب امكانياته. فروحت له الملعب، فصراحه يعني لعبني وشاف امكانياتي، فقال انت تستاهل تلعب في نادي الزرقاء. بتلعب في مركز ايه بقى؟ انا بلعب مساك. مساك وبلعب باك رايت. تمام. كابتن احمد. السلام عليكم. مساء الخير وبركاته. اتفضل. اسمي احمد عبد الله عبد محمد، بلعب هاف ليفت. سنه كام سنه؟ 16 سنه. تمام. بدايتك كانت ازاي بقى؟ بدايتي انا اول بدايتي كانت مع الكابتن عصام بصري في تيم. تمام. فتحولت من الكابتن عصام لغايه الكابتن شعبان. تمام. في اكاديميه، في شركه الكابتن. تمام. تمام يا شباب. طيب انا طبعا اتكلمت مع حضرتك عن المراحل اللي بيمر بيها اللاعب عموما في التسويق. تمام. في حاجه ثانيه او بيوصل لفين يعني اخر حاجه في التسويق؟ طبعا قبل ما الولد الناشئ او اللاعب في مراحل بيمر بيها، احنا او شركه الكابتن بتوفر للعيبه الامكانيات كلها، اذا كانت امكانيات ماديه او امكانيات الملاعب، وكمان بنوفر الولد اللبس المناسب ليه. ان انت لازم تحسس الولد ده ان هو لعيب كوره، فانت هتحسسه ازاي ان هو لعيب كوره؟ لازم اول حاجه ياخد البرنامج التدريبي كامل من اول، ياخد المهارات الاساسيه كلها كامله كلها، ونبتدي احنا كده نطور في الحاجات دي. يعني احنا عنده هو مهاره احنا بننميها له تاني عشان يبقى فعلا لعيب كامل متكامل، وبنديله التدريبات او البرنامج التدريبي ده عشان يوصل لاعلى فورمه رياضيه، هو اللي بيوصله ان هو يروح لنادي كويس ممتاز يلعب فيه. تمام. يعني هو عنده دلوقتي مهارات وامكانيات خاصه بيه، وانتوا بتقدموا له خدمات فبيتطور من خلالها. قبل كل ده لازم يكون عنده التالنت اللي هي الموهبه. انا بنشوف اللاعب اللي عنده الموهبه ده اللي بنختاره، مش بنختارش اي حد. ان شركه الكابتن ما بتختارش اي حد لعيب كده وخلاص، لا، احنا بنختار اللعيب اللي هو عنده السكيلز المهارات المناسبه اللي احنا نقدر نطور منها. يعني هو عنده مهاره احنا بننولها له بننميها، وبنعمل تكرار عشان خاطر تخش في ذهن الولد ان احنا بنشتغل كل ده في تدريبات التوافق العضلي الذهني اللي هو تدريبات المهارات والحاجات دي لازم الولد يكتسبها عشان يبقى في عنده اداء حركي وعنده تفكير ذهني انه يوصله لاعلى مستوى. عشان كده هو بنوصل بيه لاعلى مستوى للنوادي، ان النادي مثلا يشوف الولد دون فيختاروه، زي نادي الزرقاء مثلا لما هو عمل في الاولاد كده 2004 و2007 ناشئين وبراعم. بنهتم بكل العناصر يعني. تمام. طب كابتن محمد، على اي اساس بيتم اختيار اللاعب سواء الناشئ او ايا يكن؟ هل في امكانيات او مواصفات بتحطوها علشان يتم اختياره؟ طبعا هنتكلم على نادي اتحاد النصر. انت اتكلمت على النقطه دي، اتكلمنا فيها الحلقه اللي فاتت. احنا بنختار العناصر اللي هي تستحق ان هي تشارك بطوله جمهوريه وبطوله دوري الجيزه بطوله دوري القاهره. طب النقطه دي اتكلمنا فيها، احنا بنختار الموهبه اللي هي تستحق تشارك دوري. بيجي اعداد كتيره جدا، اعداد ملهاش عدد، يعني اول اللعيبه تسمع ان هي عندها اختبارات بيبقى في اعداد رهيبه. فالكباتن كل مدير فني مسؤول عن فريق بينزل مع اللاعب بيشوف المواهب. كل لعيب مثلا احنا معانا من 2004 ل 2010. تمام. كل مدير فني واقف على الفريق بتاعه بيختار السكور بتاعه، يعني 30 لاعب بيختار منهم 4 حراس مرمى و26 لاعب. تمام. دي الخطوات اللي احنا بنشتغل عليها. نادي اتحاد النصر طبعا في 3 لعيبه اتسوقوا داري ممتاز، اللي هو الانتاج الحربي، لاعب 2004 ولاعب 2005 ولاعب 2006، ده اللي بنشتغل عليه. تمام. يعني بالفعل خرج من عندكم ناس في انديه كبيره دلوقتي. تمام. طب يا كابتن احمد، ايه المراحل العمريه اللي بتركزوا عليها اكتر في مجال التسويق؟ يعني من سن كام لسن كام بتبدا انت تركز على موضوع التسويق للاعبين؟ هو السن لازم تختار سن صغير عشان تبتدي معاه صح.
انت يعني انت بتبدا في تدريبه برضه وبعد كده بتسوقه يعني كمان بتاهله وبتسوقه اول ايوه تمام تختار السن انا السن عندي انا اهم حاجه اللي قلت لك الموهبه التالنت اللي عند الولد دي عشان يسهل الماموريه فده اللي هو ده اللي بيلفت نظري فانت لما تختار ولد وتاسسه من صور ما اسمها شركه انت بتاسس او بتتسوق يبقى انت بتعمل حاجه بتبنيها انت بتبني بالولد وبتزرع او بتكون لسه فانت بتكونه متاكد منه انه ده واحد هيبقى موهوب هيوصل للمكان اللي انت عايزه خبره حضرتك بقى في مجال الكوره بتبقى فاهم برضو مين اللي ينفع او مين ما ينفعش طبعا هي من نظره واحده طبعاً انت بتعرف من نظره من لمسه كمان من لمسه تمام يا باشا النظره دي حاجه تانية انت قلت الصح انت لعيب قديم بقى طبعا امال كلنا لعبنا كوره بس في اللي كمل وفي اللي ما كملش خلاص تكمل معانا ولا ايه لا تمام ماشي جاهز فعلى هذا الاساس احنا بنختار اللي هو البرام او الناشئ من خلال اللي هي التالنت الموجوده عنده لمسته للكره زي ما حضرتك قلت بالظبط فخلاص بعرف ان ده هعرف اطبق عليه البرنامج التدريبي بتاعي صح واشتغل معاه صح عشان نوصل لمستوى او الفورمه الرياضيه المطلوبه اللي هو يروح فيها النادي كويس طيب كابتن محمد برضو بالنسبه لنادي اتحاد النصر برضو مجالكم في التسويق انت بتقتصر على انك كنادي بتلعب اللعيب عندك بس وخلاص ولا انت ممكن انت تفتح له برضو مجال تسويق كنادي اتحاد النصر برضو احنا بنشتغل على النقطه ديت احنا بنلعب دوري تمام اللاعب بيحتك طبعا وبتسجل اتحاد كوره بيلعب قصاد فرق كبيره جدا بيحتك معاهم بحجم نادي الزمالك ترسانة الفرق اللي البنك الاهلي معانا في الجيزه فاحنا بنسويها بطريقه كويسه جدا معانا كابتن شعبان طبعا شغال على الخطوه ديت كابتن محمود محمد علي شورده كابتن طبعًا محمود شيكو طبعا والله العظيم ما بينام بيشتغل الخطوات ديت على طول فبيسعى ان هو يطلع 2 3 4 ان ده بنفرش السنه دي السنه الجديده طبعا يا كابتن موفرين باص وموفرين سكن للعيبه في بدل انتقاله ان شاء الله الموسم الجديد هيبقى حاجه كويسه جدا نادي اتحاد النصر الموسم الجاي هيبقى حاجه تانية يعني موفرين للاعب كل حاجه ما فيش حاجه ناقصه ان شاء الله للاعب السنه الجديده في البدايه هيستلم شنطه اللبس بتاعته متوفره طبعا طقمين وترنجين وحاجه كويسه ان شاء الله الموسم الجديد في قوانين جديده ان شاء الله مشينا عليها وبنشكر طبعا الناس اللي وقفت معانا واي لاعب وقف معانا واولياء الامور وقفوا وتعبوا معانا فرقه 2008 بجد ماشيه كويسه جدا البطوله بتاعتهم مقيمه في نادي الزمالك عندهم 14 بونت بسم الله ما شاء الله يعني ماشيين كويس جدا اعتقد ان احنا ماشيين ثاني او ثالث في الدوري بعد الزمالك وفرقه ثانيه بس انا مش عارف والله فرقه 2004 رغم الظروف والضغوطات فمقدين مع كابتن محمود مقدين وعملوا اللي عليهم امبارح بس الحمد لله اتهزمنا فضغط واسعافات نصر وهزيم طبعا فبحب اشكر والله اللعيبه واولياء الامور مره تانية تعبوا معانا بجد والله اذا اللي فهمته من كلام حضرتك ان انتم ما بتقفوش عند حد معين ولكن انتم على طول بتطوروا من نفسكم بتطوروا من الامكانيات اللي عندكم تمام. سؤالي ليك يا بدوي المديرين بيشتغلوا معاكم ازاي او المدربين بيدربوكوا ازاي بيتعاملوا معاكم ازاي اصلا جوه النادي والله الحمد لله المدربين مهتمين بنا قوي في النادي احنا عندنا كابتن محمد بيبو وعامل لكل لعيب زي كده كشف بيجيب له كشف من الصيدليه بوزنه وطوله وفي اهتمام بدني قوي الحمد لله في نادي الزرقاء ومهتمين بالناشئ على مستوى عالي يعني انا من خلال نادي الزرقاء جالي امكنه كتير من خلال نادي الزرقاء من الاهتمام اتعرض عليك ان انت تلعب في اتعرض عليا ان انا العب تمام ومهتمين الحمد لله كابتن محمد بيبو مهتم بينا جدا تمام وان شاء الله ماشي كابتن احمد اتفضل نفس السؤال كده عرفنا برضو ايه اللي انت لاحظته في الشركه من خلال من يوم ما دخلت الشركه برضو ايه اللي لاحظته من اهتمام المدربين ازاي برضو زي نفس السؤال اللي سالته لك الاستاذ الحمد لله كابتن ماشيين معانا كويسين نتمرن كويس يعني بيقدموا لكم كل الخدمات ووفروا لكم كل حاجه واستعدادات وكل حاجه يحتاجها اللاعب الناشئ ما احنا بنتمرن كويس وبيبدا معانا كويس طب قول لي يا احمد دايما لما بنلاقي اللي هو اللعيبه الناشئين يا اما بيحلموا بالنادي الاهلي يا اما نادي الزمالك باعتبارهم ان هم الانديه الكبيره يعني يا اما بيحترفوا بره فانت بتحلم بايه بالظبط انا بحلم اني اروح نادي كويس كده الموسم مش ده مش محدد النادي ايه فيما بعد يعني طب انت اهلاوي ولا زملكاوي طب نسالك سؤال ليه كده السؤال ده اذا انت زملكاوي ولا ايه
اسلام اللي مش زملكاوي في اسلام بعد الماتش اللي مش زملكاوي قفشه نايمك من الدوش قفشه نايمك من الساعه كام اللي مش زملكاوي هيكون طب وانت يا بدوي؟ انا بحلم ان شاء الله الموسم الجاي اكون في مكان احسن وان شاء الله ناوي اعمل خطوه جديده ان شاء الله في حياتي اللي انا احترف بره يا ده محدد هدفه ده نسمع عنك بقى كابتن كبير كده زي كابتن محمد صلاح باذن الله ان شاء الله طب كابتن احمد احنا بنسمع ان شركه الكابتن هتستعد انها ترعى نادي كبير في القاهره خلال فتره هو في سعي يعني ان شاء الله في سعي ان هم نوصل للمكانه دي باذن الله فالسعي ده محتاج الاول مجهود محتاج تسميع وانا هوصل كده بفراغ لا طبعا مجهود هذا محتاج مجهود وترتيبات وبرامج وشغل كتير جدا جدا هو البنيه التحتيه اللي انت تبنيها الاساس عشان تعمل سقف مناسب لان انت توصل للمكانه دي وطبعا كل حاجه بتوصل بفضل مجهود الناس الناس كلها بتشتغل وكل الناس عندها مجهود اكيد كلها هيوصل طبعا كتيم واحد او كفريق واحد يعني في نوادي كتير جدا جدا بتبتدي المنظومه من تحت ولازم يكون في قاده للمنظومه دي هي اللي بتبني لك الاساس بالظبط يعني زي عندنا في المصريه اتصالات احنا عندنا اهتمام بقطاع البراعم باهتمام رهيب حتى مسمع جامد جدا والناس اللي ماسكه عندنا الكابتن احمد رضوان رئيس قطاع البراعم كابتن جمال مرسي والناس دي ماشيه معانا صح جدا جدا وموفر لنا كل الامكانيات المناسبه ان انت فعلا تطلع بطل طيب كابتن اعتقد هم بيهتموا برضو معلش اعتقد ان هم بيهتموا بالبراعم لان هم زي ما قلت لحضرتك الاساس يعني اللي هيبنوا عليه بعد كده فلو كان الاساس مظبوط بعد كده كل حاجه هتبقى ماشيه تمام يا استاذ اهو تاخد الاساس بالظبط عشان تبني ليه انت بتاخد البراعم وبعدين الناشئين وبعدين الفريق الاول طبعاً. الحاجات دي كلها بتدعم لحاجه كبيره الحاجه الكبيره اللي هو الفريق الاول فلازم يكون في اساس لكل حاجه طيب طبعا شكرا طبعا اي بعد ما بتقبلوا اللعيبه او بتبدا تحدد مين اللي انت هتاخده من المواهب او الاطفال البراعم اللي حضرتك شفتهم اكيد بيبقى في نظام او سيستم ماشيين عليه الشركه ماشيه عليه عشان تبدا تاهل اللاعب ده وبعد كده تبدا تسوق احنا عايزين اول ما حضرتك يخش اللاعب عندك في الشركه ايه اللي انت الخطوات اللي بتبدا تشتغلها معاه لحد ما تخرجه وتاهله ان هو لاعب وتبدا تسوقه تمام الخطوات اللي احنا بنبتديها طبعا احنا بيجي لك المواليد كلها صح يا كابتن تمام المواليد كلها بيجي لك انت بتطلب مثلا من 2010 و9 و8 و7 تمام دي وفي طبعا 11 اللي هو دول براعم وفي الاربعه والثلاثه الناشئين انت بتختار الناس دي بناء على ايه تمام على الموهبه على الموهبه اللي انا قلت لك عليها الاول هيجي لك عدد زمال كابتن محمد عدد كابتن كبير طبعا انت لك عدد اختبارات الدنيا الدنيا كلها بتيجي فطبعا انت بتوقف معاك مثلا مدير فني البرامج بيبقى واقف معاك وطبعا انت يعني انت ممكن تختار بنفسك بس انا برضو محتاج راي طبعا محتاج طبعاً عشان ادعم الفكره بتاعتي طبعا تمام وطبعا الناس اللي هي مش موفقه بتبتدي ان احنا نمشي لنا عدد كتير فاحنا بنختار اللي هو فعلا زي ما قلت لك الاساس الاول اللي هو عنده التالنت الموهبه ودي خلاص الباقي كله ده بقى سهل بالنسبه لنا الخطوات التدريبيه او البرامج التدريبيه اللي بنحطها بعد كده هي اللي بتاهل الولد وبتنميه ليوصل يعني طبعا بعد كده بيخش على برامج تاهيل بدني وتاهيل جسماني واحماء ومهاري طبعا طبعا ومهاري ما هو التاهيل بقى بيشمل كله ولمسه الكوره اهم حاجه ولمسه الكوره انت قلتها طب الكابتن محمد برضو هل الوضع برضو كده في نفس في نادي اتحاد النصر ولا انتوا لكم نظام معين في اختيار اللاعب او لكم وضع معين اللاعب اللي مش موهوب مثلا بتبداوا انتوا تفيدوه ولا انتوا بتبداوا تشتغلوا برضو على اللاعب الموهوب النقطة دي كويسة إن أنت سألتني تمام؟ كل الناس فاهمة النادي استثماري مش زي النادي اللي هو مصروف عليه والكلام ده تمام؟ اللي هو الأندية الممتاز. لا كل الأندية واحد. أنا مش هختار واحد قليل ولا في مدير فني معايا ولا موجود هيختار لاعب قليل لأن إحنا نازلين بجد اسمنا برضه ما ينفعش يتهز طبعًا الشركة بتاعتنا ما ينفعش تتهز طبعًا بتختار اللاعب من 70% وطالع. تمام. اللاعب بيفرد نفسه بيحتك وبيلعب 11 ويعني كل حاجه متوفره له ده نادي انا عاوز الناس دي بتتكلم في النقطه دي كتير اللي هي نقطه اي حد مثلا بيدفع فلوس والكلام ده بيلعب لا احنا بنختار اقل حاجه 50% تمام يا استاذ اسلام فهي النقطه دي لازم الناس تفهمها ان الاستثمار مش عيب ولا حرام لا انت ابنك بيلعب وبيوصل وبيحتك انا دلوقتي يا استاذ اسلام الاهلي عامل اختبار تمام انا سمعت ان في الاهلي عامل اختبار اللي لو اللي ملوش في الكوره بيروح
طبعا هو كل واحد بيبقى من جواه حاسس ان هو في الموهبه زي ما قال الكابتن احمد من شويه. كل واحد انت بتعمل الاختبار بيجي لك الناس انت من اللي جاي ده اصلا جاي من جواه حاسس ان هو جواه الموهبه يا كابتن احمد. تمام مش فاهم ازاي هو تمام. مش مدرك ان هو ملوش في الكوره. كنت عايزه بقى اسال السؤال ده برضو لكابتن محمد. انتوا يعني انا سالت يمكن الشباب انتوا ازاي بتتعاملوا معاهم في الملعب؟ انتوا بتلاقوهم ازاي؟ يعني هم حابين اصلا المجال ولا فعلا زي ما اسلام قال ان هم يعني من جواهم الموهبه هم عايزين يشتغلوا على نفسهم اكتر ولا بتلاقوهم ان هم جايين مجرد اللي هي لعبه وخلاص؟ لا لا مش لعبه. هو انا شايف ان اللعيبه اللي معايا جايين عاوزين يعملوا حاجه لنفسهم. تمام بيتعبوا يعني في لعيبه من يعني سفر حاجه كبيره جدا. في لعيبه احمد ده بيجي من هنا اخر الدنيا يعني 12 ساعه عشان يجي هنا فده حاجه برده فظيعه جدا. هم عاوزين يعملوا حاجه لنفسهم. هم مش عاوزين يعملوا حاجه مش هيسافروا السفر ده كله ولا أكيد. يتعبوا أكيد. تمام أكيد. فبصراحه في التمرين مكسرين الدنيا عاوزين يبقوا حاجه كل لاعب بيبص لنفسه ان انا عاوز ابقى لاعب اساسي طبعا. فهم كلهم في الاول وفي الاخر حاطين ايدهم في ايدين بعض. وانا شايف الماتش امبارح يعني بعد الضغوطات دي كلها فلقيت اللعيبه كلها واحد واللي كان بره راح للي كان في الملعب وقال له خلاص ما فيش حاجه ان شاء الله نعوض في الماتش الجاي. فانا شايف اللعيبه طموحها لقدام. اللعيبه اللي معايا طموحها لقدام لازم نروح الوحده طبعا اهم حاجه يا كابتن. طبعا ده اهم حاجه اهم عنصر بتعملوه في الشركه ان اللعيبه يبقوا ايد واحد حتى اللي مستواه ضعيف شويه بيكمل الثاني بيكمله. دي بقى استاذ اسلام دي شغله المدرب. تمام. المدرب هو اللي بيخلي الولد يتالف مع زميله ويخليه يحبه حتى لو موهبته اعلى منه. وفي الاول خالص لازم الولد هو اللي يحب المدرب. يعني تمام. المدرب بشخصيته وشكله ده المرايه. مدرب شكله نظيف لبسه نظيف مسرح نظيف حاطط برفان بيحب ينفذ المهاره للولد عشان يبقى قدوه ليه. طبعا ما الولد هيكشف المدرب لو مدرب وحش هيبان طبعا من خلال التدريب. فالمدرب عشان يعمل شغل صح او يعمل نشاطه صح لازم انا اشرح للولد النموذج بنفسي. انا اللي اشرح النموذج ازاي بالكوره او اذا كنت بالحركه. احنا ممكن نشبهها بقى كابتن بعد اسف لمقطع كلامك ممكن نشبهها بان اللاعب مرايه للمدرب بتاعه بيعكس المدرب اللي حصل له من المدرب او الاداء اللي وقع عليه من المدرب. هنعتبر ان اللاعب كمرايه بيعكس الاداء اللي حصل له من المدرب. بقول لك اللاعب هيحب المدرب حتى تلاقيه بيقلد مشيته بيقلده في كلامه. تمام وطبعا المعامله برضو الطيبه اللي بتكون ما بينهم والود هو اهم حاجه في الملعب. طبعا لازم الولد يحب المدرب فدي شغله المدرب. لان في طبعا مدربين كتير جدا بيعتمدوا على العصبيه والمعامله الناشفه علشان يعني احنا هم لسه صغيرين فاحنا بنربيهم عشان يتعلموا حاجه ويكبروا. للاسف في الضغط على الولد ده طبعا بيشتغل على الجهاز العصبي عنده فالولد بيخاف فمش هينفذ اي حاجه. ان انت خلاص ضغطت عليه الاولاد ده محتاج حاجه تانية خالص. انت دي هي فتره مرحله تعليميه ترفيهيه تعلم الولد يحب الكوره ويبقى في بينه وبين الالفه. طبعا في اساسيات ممكن تخليه يحضن الكوره وفي التمرين تخليه يحضن الكوره ينام على الكوره ويحضنها لسه صغير. هو لو حب المجال اللي هو فيه هيبدع اكتر وهيطلع كل اللي جواه اصلا طالما حب المجال. ولا كابتن احمد موضح لك الكلام كله. انت بتبني من تحت بتزرع حاجه بتكون لسه فمش محتاج ان انت تضغط على الولد عصبيا. هياثر اول حاجه هيتاثر بيها هو الجهاز العصبي وهو ده الاساس. طبعا على اداؤه وعلى اساس ده الاساس هو ده اللي بيأثر على المستوى الولد. عشان كده انت بتشتغل مع الولد ده توافق عضل عصبي على طول وشغل ذهني من خلال التوافقات من العلامات اللي بنحطها للولد. طب ايه الصعوبات اللي بتواجهكم عموما يعني في المجال الخاص بالتسويق وتأهيل الناشئين؟ ما اقول لك على حاجه لو ما فيش امكانيات ماديه هي دي اللي هتصعب. دايما الامكانيات الماديه دايما هتوفر اي تطور او اي تقدم. تمام صح. فالامكانيات الماديه بتوفر لك كل حاجه الملاعب الادوات المطلوبه الزي او الملابس المطلوبه توفير الغذاء التغذيه دي مهمه. التغذيه السليمه للاعبين دي مهمه جدا. ممكن حتى انت لو انت مش تعمل برنامج تغذيه عندك انت ممكن خلال الدكتور اللي في الملعب لازم يكون موجود دكتور في كل ملعب. تمام. وبالفعل انتوا عاملين برنامج غذائي لازم يكون في برنامج غذائي للتغذيه السليمه للاعبين دي مهمه جدا جدا جدا. الولد النهار يفطر ايه قبل الماتش يعمل ايه وقبلها بقد ايه قبل التمرين ياكل. طبعا لازم يكون اقل حاجه 3 ساعات عشان يلحق وطبعا يمنع بقى طبعا الاكل اللي فيه مثلا دهون وشحوم والحاجات اللي هي الشطه والحاجات دي. لا الاكل يبقى طبعا مناسب للرياضي. هم بيلتزموا بقى كده يا كابتن؟ لا مش بيلتزموا. انا كده انزل معاكم بقى الملعب كده مش بتمشوا على البرنامج الغذائي ولا ايه؟ اتفضل اتعرفنا بقى بتلتزم بتاكل كل حاجه ولا بتعتمد على اللي هم بيقولوه؟ طبعا انا لازم نلتزم بكل حاجه يعني حاجه مفيده ليا
طبعا هي في الاول وفي الاساس مفيده لجسمك برضه وفي تكوين جسمك، لسه صغير برضه شاب صغير، فلازم اني احافظ على نفسي برضه، بهتم بكل حاجه الكابتن قالها فعلا. يعني مثلا الغذائيه باكل يعني حاجات على قد ما اقدر مفيده جدا. تمام كده. طب قول لي يا احمد، مين شجعك بقى ان انت تدخل مجال الكوره وتهتم بالموضوع؟ انا اللي شجعني انا الكابتن شعبان وابويا. تمام. هم اللي عايزينك تبقى لاعب كوره. وانت حابب الموضوع؟ انا حابب في هدف حابب اوصل له. وتمام كده في الملعب ولا لا؟ تمام. انت اهلاوي يعني؟ انا ده كفايه لوحدها، المفروض تقول هنتحاسب بره. هنتحاسب بره. طيب نفسك بقى من نفسك من اللعيبه او الانديه اللي نفسك تلعب فيها او تبقى من اللعيبه اللي زي اللاعب اللي دايما يعني كل واحد بيلعب دايما بيبقى شايف له مثل اعلى، مين بقى بالنسبه الاعلى في اللعيبه سواء محليا او عالميا؟ انا اهلاوي بس بحب برضه. انت بتغزني تبسيمه يكمل لسه هيعكس الاجابه. بن شرقي. لا بن شرقي. طب انت اخترت حد من الزمالك كده؟ بس بيقول لك انا اهلاوي بس هختار حد تاني. دي الحاجه الوحيده اللي هتعدها. طب وانت يا بدوي؟ الاثنين. ايه اكتر لاعب مثلا نفسك تبقى زيه؟ بصراحه واخد قدوه ليا كريستيانو رونالدو. الله عليك يا بدوي، الله عليك يا بدوي، انا شفتك ارتحت لك يا بدوي. طب ايه اللي بيعجبك فيه طيب؟ لعب يعني موهبته وشخصيته. في الملعب لعيب كوره ويعني وحاطط يعني بيعمل يعني مثلا ايه بيمتع الجمهور وكده. انا بفرج عليه بستمتع استمتاع اصلا كبير، بحب الوحيد اللي من اللعيبه اللي بحب اتفرج عليه ده مدرسه الكوره كريستيانو رونالدو. لا وقال يعني حاجه حلوه قوي، قال اللاعب يكون ليه شخصيه. طبعا لسه كابتن احمد برضه اشاد الموضوع ده مهمه جدا جدا. طبعا اللاعب دي تلاقي كل اللعيبه بتبصيله الكوره. طبعا تكون لازم تكون شخصيه مستقله يعني ما يقلدش ما يعتمدش على تقليد الغير. كابتن احمد احنا عرفنا برضو ان انت فنان بخلاف الكوره، فانت دلوقتي هتمتعنا باغنيه كده عايزين نسمعها من حضرتك، لو هنسمع منها جزء صغير حتى. طيب انا طبعا انا بغني حاجه كتير جدا لام كلثوم وعبد الحليم وكده، بس انا عايز اقول حاجه بنيه يعني مشاهد. تمام ماشي اتفضل اتفضل. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن واملأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن. رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن. الله لا احنا معانا مواهب النهارده جميله ما شاء الله. مواهب متعدده. ده المفروض نسمي الحلقه دي مواهب متعدده بصراحه. حد عايز يغني تاني يا جماعه قبل ما اسلام يقفل الحلقه؟ لا 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 لسه. طيب في اي يعني وانتم بتنشئوا الشركه في اي صعوبات واجهتكم او في اي دعم مثلا وصلكم او كلام من ده؟ يعني في برضه حد مهتم بمجال الكوره مثلا؟ اكيد طبعا. انت لما بتبتدي في اي حاجه لازم تواجه صعوبات في اي حاجه. طبعا اكيد. اي حاجه مشروع او اي حاجه او حاجه انت ناوي تعملها لازم تلاقي الصعوبات بتاعتها، بس الحمد لله بفضل الناس المحترمه والناس المجتهده ومن ضمنهم كابتن شعبان، انسان محترم وراجل مجتهد جدا جدا، قدر هو يوفر كل سبل الراحه عشان يعمل المشروع ده. كابتن شعبان احنا شعبين. بصراحه استمتعنا بوقتنا مع حضراتكم، لو ان كان وقت قصير بس احنا استمتعنا بكم بصراحه وجودكم معنا، وباذن الله يبقى لنا لقاء تاني مع بعض برضو كلنا ومع الشباب. يا جماعه في نهايه حلقتنا بنحب الاول نوجه الشكر للكابتن شعبان القناوي اللي كان المفروض هيشرفنا النهارده بس نظرا لظروف ما قدرش يجي. بشكر كل الكباتن اللي كانوا موجودين معانا، الكابتن احمد نصوح مدرب نادي المصريه للاتصالات، الكابتن محمد عوض الله مدرب نادي اتحاد النصر، وشباب اللاعبين الناشئين بنتمنى لهم مستقبل كبير باذن الله، الكابتن احمد عبد الله والكابتن بدوي علي، وبنقول لكم انتظرونا الاسبوع الجاي وحلقه جديده من حلقات برنامج ابن حياتك. دمتم امنين.